أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فسلام عليكم أيها الأخوة الأفاضل ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ حديثي معكم عن بحث من البحوث الأكاديمية التي تسلط الضوء على نقد آراء التطرف والتكفير، والتي استلت واقتبست من فكر السيد الأستاذ الصرخي دام ظله، قبل أن أبدأ حديثي معكم بهذا الموضوع، أود أن أحدثكم بحديث الأبشيهي شهاب الدين الأبشيهي، المتوفى في سنة 50 و800، الحديث الأخلاقي، في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، يحدثنا الأبشيهي قائلا: لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتته الوفود، فإذا فيهم وفد الحجاز، فنظر إلى صبي صغير السن وكان يريد أن يتكلم، فقال: ليتكلم من هو أسن منك عمرا، فإنه أحق بالكلام منك. فقال الصبي: يا أمير المؤمنين، لو كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق بك منه. فقال: صدقت، تكلم. قال: يا أمير المؤمنين، إنا قدمنا عليك من بلد تحمد الله الذي من علينا بك، ما قدمنا إليك رغبة منا ولا رهبة منك، فأما عدم الرغبة فقد أمنا بك في منازلنا، وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. فقال: عظني يا غلام. قال عمر ابن عبد العزيز: عظني يا غلام. فقال: إن أناسا غرهم حلم الله وثناء الناس عليهم، فلا تكن ممن يغرك حلم الله وثناء الناس عليه فتزل قدمك وتكون من الذين قال فيهم الله، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فنظر عمر في سن الغلام فكان 12 سنة، فأنشدهم قائلا: تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. انتهى الحديث. في الحقيقة أردت أن أشير من هذا الحديث إلى مكانة العلم، وكيف بوأ العلم ذلك الصبي مكانة بارزة، فكان سيد القوم وسيد المجلس وسيد المقام. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني هو خلق، وعظيم خلق الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه. أين الدواعش من التأسي
بهذه الأخلاق، بهذا الهدي. هذا هدي أهل البيت، هذا تواضع أهل البيت. والآن ننتقل إلى بحثنا الأكاديمي الموسوم بتطبيق الخوارج المنحرف لعنوان الأئمة الاثني عشر، بحث عقائدي من فكر السيد الصرخي دامغ الله. هذا البحث بحث كما أسلفت أكاديمي منهجي يسلط الضوء على هذه القضية، وهي قضية التطبيق المنحرف الخاطئ للتيمية للخوارج لعنوان الأئمة الاثني عشر. قسمت البحث كما هو معهود في البحوث العلمية وكما تعرفون ذلك على مقدمة ونقاط ثلاث. اقتضى البحث أن يكون على ثلاث نقاط. طبعا المقدمة تتناول نبذة مختصرة عن البحث، كأن الذي يقرأ المقدمة يفهم البحث، يفهم الإطار العام للبحث. هذا هو المراد من المقدمة، هذا هو هدف المقدمة. أي بحث، أي كتاب يقع بين أيديكم، اطلعوا أولاً على مقدمته، تفهمون محتواه وتفهمون الفكرة الرئيسة منه. اقتضت صورة البحث أن يقسم على ثلاثة نقاط، وهذه النقاط تتعلق الأولى بالتخبطات التي وقع فيها أئمة التيمية في تطبيق عنوان الأئمة الاثني عشر. والنقطة الثانية التي تضمنها البحث وهي دموية أئمة التيمية، والنقطة الثالثة وهي تسويغ التيمية لقبائح أئمتهم، وثم خاتمة بالنتائج التي ترتبت في البحث والمصادر والمحتويات. النقطة الأولى، تخبطات التكفيريين في تطبيق عنوان الأئمة الاثني عشر. أخوتي الأفاضل، عنوان الأئمة الاثني عشر عنوان ورد في كتب المسلمين، عنوان ورد في كتب المسلمين المعتبرة لديهم، ولا خلاف فيه هذا العنوان، لكن الخلاف في تطبيق هذا العنوان على مصادقه، على الأفراد. فقد ثبت في كتب العقائد الشيعية، ثبت في الأدلة العقلية والنقلية على أن هذا العنوان ينطبق على الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، بدءا بأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، انتهاء بالإمام الثاني عشر الإمام محمد بن الحسن المهدي عليه السلام وعجل الله فرجه الشريف. هذا التطبيق الإمامي لعنوان الأئمة الاثني عشر، هذا انتهينا منه. أما الملفت للنظر والغريب بالأمر هو التطبيق التيمي. أئمة التيمية لما جاءوا إلى هذا العنوان وبدأوا يطبقونه، انظر إلى قضية التطبيق الغريب العجيب. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في تطبيق هذا العنوان على المصادق الخارجية، يقول: وينتظم من مجموعي، في حديث طويل أنا اجتزأت منه، وينتظم من مجموعي ما ذكرناه أوجه أرجحها الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة، كلهم
كلهم يجتمع عليه الناس، يعني الخلفاء أو الأئمة الاثني عشر، كلهم يجتمع عليه الناس. وإيضاح ذلك أن المراد بالإجماع انقيادهم لبيعته، انقياد الناس لبيعته. والذي وقع بالواقع كما يقول، والذي وقع أن الناس اجتمعوا على أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين، فسمي معاوية يومئذ بالخلافة. صاروا كم؟ خمسة. ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن، ثم اجتمعوا على ولده يزيد، إذن هنا يزيد الخليفة رقم ستة كما يقول ابن حجر. هذا أحد أئمة التيمية، ابن حجر العسقلاني أحد رموز الفكر التيمي، أحد أبرز مرجع وصاحب فتيا في النهج التيمي. إذن السادس هو يزيد، ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم ينتظم للحسين أمرا، بل قتل قبل ذلك، ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على عبد الملك ابن مروان، صار هذا السابع بعد قتل ابن الزبير، ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة الوليد ثم سليمان ثم يزيد ثم هشام، وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز، فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء الراشدين، والثاني عشر هو الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك. هذا حديث ابن حجر العسقلاني. الخليفة السادس يزيد، الخليفة الثاني عشر هو حسب قوله الوليد. هذا تطبيق التيمية، انتبه إلى الفرق بين التطبيق الأول والتطبيق الثاني. إذن على هذا التطبيق يزيد هو السادس، إذن يزيد شنو؟ خليفة رسول الله، إذن يزيد إمام المؤمنين، إذن يزيد ينطبق عليه ما ينطبق على الأئمة والخلفاء من مواصفات ينبغي أن تكون فيهم تؤهلهم لقيادة الأمة. هذا الفكر التيمي هكذا يقول. هنا هذا الحديث، حديث ابن حجر، فيه تهافت وفيه خطأ كبير وخطأ فادح في بديهة، وهي قضية حسابية جدا بسيطة. هو يقول هم الأئمة 12 والعنوان 12، لكن هو يقع في تسلسل خاطئ فيجعلهم 13. 13، انتبه إلى كلامه. ماذا قال؟ الخلفاء الراشدون الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أربعة. ثم معاوية كم؟ خمسة. ثم يزيد ستة. ثم عبد الملك سبعة. ثم أولاد عبد الملك أربعة. كم المجموع؟ 11. وتخللهم عمر بن عبد العزيز 12، والوليد بن يزيد 13. هنا تخبط وتهافت كبير يقع فيه ابن حجر العسقلاني المرجع
آية الله أو ما شابه ذلك من عناوين تدل على أنه مرجع وصاحب فتية وصاحب رأي وكياسة، وحين كفي تخصصه يقع في بديهية، يقع يخطأ في بديهية، وهو أن يجعل أن يطبق عنوان على عنوان أوسع اللي هو 13. إذن هذه لفتة لكم، ليس هي من ضمن البحث، البحث هو التطبيق. إذن طبقوا عنوان الأئمة، عنوان الإمام، عنوان الخليفة على يزيد. زين، كيف صار يزيد خليفة؟ ها، أو ما هو وصف يزيد؟ وهل يزيد ابن معاوية يستحق أن يكون خليفة لرسول الله أو أن يكون إماما للمسلمين وللمؤمنين وأميرا للمؤمنين؟ هذا ما سنلحظه في وصفهم، في وصف أئمة التيمية ليزيد في النقطة الثانية تحت عنوان دموية أئمة التيمية. نعم، هنالك أوصاف في كتب أئمة التيمية ليزيد، سأقرأ عليكم هذه الأوصاف. قلنا يزيد على مسلكهم، على مبناهم، هو الخليفة السادس وهو الإمام السادس. في مجموع فتاوى ابن تيمية الجزء الثالث، كتاب مجمل العقيدة، كتاب مجمل اعتقاد السلف والوصية الكبرى، فصول في بيان أصول الباطل التي ابتدعها من مرق من السنة، فصل الاقتصادي والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. قال ابن تيمية: الأمر الثاني، فإن أهل المدينة نقضوا بيعته. الكلام عن يزيد. الآن في النقطة الأولى طبقنا عنوان الإمام على يزيد، طبق ابن تيمية عنوان الإمام على يزيد. في هذه النقطة نتكلم عن وصف يزيد، عن وصف ابن، خصوصي وصف ابن تيمية ليزيد. يقول: فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا. هذا الخليفة السادس، هذا أمير المؤمنين. وأمره، أمر الجيش، وأمره إذا لم يطيعوه بعد 3 أن يدخلها بالسيف ويبيعها 3. يزيد الإمام السادس، الخليفة السادس، يأمر جيشه إذا لم يطيعوه أهل، إذا لم يطيعوه أهل المدينة، أن يدخلها بالسيف ويبيعها 3. فصار عسكره في المدينة النبوية 3، يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. هذا الكلام لابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء الثالث. ابن تيمية يقول عن يزيد: دخل جيشه إلى المدينة النبوية وأباح المدينة 3، يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة. ثم لم ينتهي التصرف القبيح من إمام التيمية السادس، من خليفة التيمية السادس. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة، فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة. توفي يزيد وجيشه محاصر مكة المشرفة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بأمره. هذا حصار مكة، وقبله
استباحة المدينة، وهذا فعل بأمره، أي بأمر يزيد الإمام السادس، الخليفة السادس على نهج التيمية. زين، يقول: قال صالح بن أحمد بن حنبل، صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي، صالح يقول: إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني، وهل يحب يزيد، وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يعني لا يحب، كلام ابن حنبل، الإمام ابن حنبل أحمد بن حنبل، لا يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا كلام ابن حنبل. فقلت: يا أبتي، فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني، ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ إذن نقول للتيمية ولابن تيمية على لسان الإمام ابن حنبل: كيف تقول يا ابن تيمية ويا ابن حجر العسقلاني، كيف تقول بإمامة يزيد وبشرعية يزيد، وهل يقول بإمامة يزيد أحد؟ وكيف يكون يزيد مفترض الطاعة والبيعة ولا يحبه أحد يؤمن بالله وباليوم الآخر كما قال منه الإمام أحمد بن حنبل؟ وهل يحب أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيدا؟ وهل يحب يزيدا أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ يعني لا يحب أحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد. فكيف جعلتموه إماما سادسا وخليفة سادسا يا ابن حجر العسقلاني ويا ابن تيمية ويا أتباع التيمية؟ هذه النقطة الثانية. أما النقطة الثالثة وهي تسويغ التيمية لقبائح وجرائم أئمة التيمية أئمتهم، هنالك راح يصير تسويغ حتى يتخلصوا من هذا الإشكال، حتى يتخلصوا من هذا التهافت الذي وقعوا فيه. سوف تبدأ التبريرات وتبدأ التسويغات وتبدأ أو يبدأ لي عنق النص أو لي أعناق النصوص. في منهاج السنة أيضا لابن تيمية قال: وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال هذا الأمر عزيزا، الأمر عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. ولفظ البخاري 12 أميرا. شوف هنالك الأمر شنو عزيزا، هنا أميرا، ويكون وإنما قال يكون 12 أميرا كلهم من قريش. ولا يزال أمر الناس ماضيا ولهم 12 رجلا، ولا يزال إسلام عزيزا إلى 12 خليفة كلهم من قريش. وهكذا فكان الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم تولى من اجتمع الناس عليهم وصار لهم عز ومنعة معاوية وابنه يزيد. لهم عز، هذا التبرير الذي يجعل يزيد خليفة، له عز ومنعة. ثم عبد الملك وأولاده الأربعة، وبينهم عمر بن عبد العزيز. وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن. زين، هنا يقول ابن تيمية في منهاج السنة، يقول إن المبرر والمسوغ لكي يوضع، كأنما يريد أن يقول يزيد خليفة للمسلمين وإماما سادسا، وهو أنه كان في
فكان ذو أو كان ذا عز ومنع، فأي عز وأي منع يتحدث عنها؟ هل يتحدث عن عزه ومنعته حينما قتل الحسين عليه السلام، حينما سبى نساء الحسين، حينما هجم على المدينة النبوية المكرمة وقتل الصحابة ونهب الأموال واستباح الفروج وافتض الفروج المحرمة؟ هل هذا ابن تيمية يتحدث عن هذه العز وهذه المنعة؟ هل يتحدث عن العز والمنع الذي جعل يزيد يأمر جيشه بفعل تلك القبائح المروعة بحق المدينة المقدسة وبحق الصحابة؟ ها؟ ولم يكتفي بذلك كله، بل أمرهم بمحاصرة مكة المشرفة إلى أن مات ومكة محاصرة. هل ابن تيمية يتحدث عن هذه العزة؟ هل هذه عزة؟ ما هذا إلا هو عين من التهافت والاضطراب النفسي. هذا اضطراب نفسي وعقلي. انتهى الكلام عن النقاط الثلاث. أما بالنسبة للخاتمة فقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى نتائج، وهي أن عنوان الأئمة الاثنى عشر عنوان متواتر في كتب المسلمين المعتبرة، ولكن ثمة اختلاف في التطبيق. الشيعة الإمامية يطبقونه تطبيق يختلف عن تطبيق التيمية. التيمية يطبقونه على خلفاء بني أمية ومنهم يزيد، ويجعلون يزيد الخليفة السادس، والتهافت والاضطراب يجعلهم أو يوقعهم في الاضطراب والتهافت، بحيث يجعل ابن حجر العسقلاني يجعلهم 13. النتيجة الثانية وهي أن تطبيق عنوان الإمام السادس والخليفة السادس على يزيد بن معاوية، على الرغم من إعلان أئمة التيمية أنفسهم عن انحرافه وقبحه وطغيانه، وأنه فعل تلك القبائح. الثالث، صدور التبريرات الواهية والتسويغات من التيمية لأفعال يزيد وحكام المارقة المنحرفين في سبيل إقناع الآخرين بأنهم خلفاء لرسول الله وأنهم أئمة للمسلمين. إلى هذا الحد، هل يوجد من سؤال أو استفسار؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وفقت في طرح هذا البحث، وأن تكونوا قد أفدتم مما طرح. بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.